عندنا مجموعة مشروعات تحت الطرح فعلا، يعني في المرحلة الثانية من المدارس، وفي عندنا البناء الجاف الثاني اللي هو بتاع العاشر من رمضان، ومعاه منطقة لوجستية، ودي أول مرة هيبقى فيه طرح واحد لميناء جاف ومنطقة لوجستية مع بعض. بنعد دلوقتي لمشروع جديد في الصرف الصحي في مدينة دمياط الجديدة، ودي هتبقى أول مشروع مشاركة مع قطاع الخاص، أو مشروع PPP يتبع الاقتصاد الأخضر أو نظام الجرين بروجكت. يعني في عندنا مشروعات أخرى تحت، في أربع مستودعات استراتيجية مع وزارة التموين، ودول إن شاء الله هيتم التعاقد عليهم في خلال الأسابيع. في 8 مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، ودول في حوالي 8 محافظات، ومفروض دول دي البداية، ده البايلوت بروجكت، ده المشروع التجريبي، وحنتوسع إن شاء الله مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات اللي حيصل إلى أكثر من 41. دول اللي هيطرحوا في خلال 22. إجمالي قيمة هذه المشروعات بتبلغ قد إيه سيد عطر؟ إجمالي قيمة هذه المشروعات هتتخطى الـ 16 مليار تقريبا. سيد عاطر، وفيما يخص المتغيرات سواء على الاقتصاد العالمي حاليا أو الاقتصاد المحلي، هل يدفعكم هذا الأمر لمراجعة بنود التعاقد فيما يخص مشروعات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص؟ المشروعات اللي تم التعاقد عليها جوه العقود في آليات لتعديل السعر عند حدوث مثل هذه الأزمات، ففي المعادلات وفي الآليات اللي بينطبق عليها هذا، وده حصل في 2016 لبعض المشروعات اللي كانت تعاقد عليها قبل ذلك، وفي أي تأثيرات أخرى زي ما حصل في الكوفيد، إن في بيتم إعفاء من بعض الالتزامات لأن كان في سلسلة القيمة أو سلسلة الشحن كانت فيها مشاكل وهكذا. العقود بتنظم هذا، عقود المشاركة بطبيعتها عقود طويلة الأجل 20-25 سنة، وبالتالي لازم يبقى فيها آليات تنظم أي مشاكل اقتصادية أو اجتماعية أو فورس ماجير أو قوة قهرة أو غيره بتتم تنظيمها إزاي، بما فيها إنهاء العقد قبل موعده. أخيرا سيد عطر، وفيما يخص اللائحة التنفيذية للقانون، متى من المتوقع أن تصدر؟ تعديلات القانون صدرت في نوفمبر، آخر نوفمبر 21، واللائحة التنفيذية بتراجع المراجعة الأخيرة من مجلس الوزراء، عشان مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء بيصدرها، فمتوقع صدورها في خلال الأسابيع القليلة القادمة، ودي بتحتوي على آليات متعددة، منها تشكيل لجنة دائمة ما بين وزارة التخطيط ووزارة المالية والوحدة المركزية المشاركة لدراسة كافة المشروعات اللي بتقدم إلى وزارة التخطيط، علشان نشوف منها المشروعات اللي تصلح المشاركة مع القطاع الخاص، ودي نقطة مهمة جدا. في آليات جديدة للتعاقد بخلاف الطرح العام العالمي اللي كان موجود في القانون قبل التعديل، دلوقتي بقى فيه المناقصة المحدودة أو المزايدة المحدودة، تمام، أو التعاقد بالأمر المباشر، طبعا لها محددات وشروط خاصة، وأخيرا في ما يطلق عليه مبادرة القطاع الخاص أو unsolicited bids، ودي بتسمح للقطاع الخاص إذا رأى أن في مشروع هام وجيد ليس في خطة الدولة يعمله دراساته ويجيب تمويله ويقدمه إلى الدولة أو الجهة المعنية، إذا لقوا فعلا أن في قيمة اقتصادية ومنفعة اقتصادية واجتماعية هتتبناها الدولة ويتم التعاقد عليه، وليها آليات معينة.